الكانسر اكذوبه اطلقوها عالميا ليسوقوا العلاج الكيميائي اللي بيقتل العالم، بس الناس بتدفع حقه الوف الدولارات. والا نحن اذا بننظف جسمنا لي اللي بينتبه لاكله. هو الكانسر عباره عن الجسم عباره عن خلايا صح. مريضه وخلايا سليمه، هي جيوش عم بتحارب بعضها. بيجي العلاج الكيميائي بده يحرق الكانسر اللي موجود بهيدي الخلايا، ليه بيضعف مناعته للواحد وشو بيصير فيه وبيصير وجهه اصفر. حطي نقطه من العلاج الكيميائي على ايدك بدوب العظم، فكيف هيدا عم نفوته على جسمنا؟ ومين اخذ علاج كيميائي وبقي عايش وبقي صحيح. طبيعي الا يعني، وبندفع مبالغ، ليه نحن ما بننظف جسمنا من نقطة نهائيا الكانسر او هيدا الالتهاب اللي بالجسم؟ ترى شلون يمدفون جسمهم؟ بالزاي بيغذي الجسم، بيتغذى على السكر واللحمة. صحيح. بنوقف السكر واللحمة. دكتورة شلون مي الشعير تكلمتي عنه؟ ايه مي الشعير كمشة بايدنا، شعير 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 اللي هو زي القمح، كمشة بنغليها ثلاث دقايق بالمي، بنحط معها كركم او زنجبيل. فينا ما نحط شيء، بس لما بدك تطبخي اي طبخة بدك تحطي لها مي، اي طبخه الرز اي شيء، ما تحطي مي ابدا الا مي الشعير. اشربي كل يوم مرتين ثلاثه مي الشعير، بيعطي طاقه، بيقوي الركب، بخفف الاوجاع، بينظف الصدر.